يسعد اوقاتكم اصدقائي عبر موقع الفن، برحب فيكم مع اسبوع جديد مليء بالطاقه مع تواجد القمر في برج العذراء. كما تعودنا انه عندما يوجد القمر في برج العذراء نكون عمليين اكثر، منتظمين، دقيقين في الجانب المهني. لكن بالجانب الصحي برجع باكد انه قد نتوهم في اجسادنا بوجود امراض هي عبارة عن أوهام. يعني أي شخص ممكن يشتكي من عرض صحي، ممكن يكون نسب كبيرة هذه الأعراض هي عبارة عن أوهام. مواليد برج الحمل بيعانوا من تراكم العمل عندهم اليوم أكثر من اللازم، من 13/9 ل 15/9 هذا الكلام. بدي أنصحهم أنه ينتبهوا لمجهودهم الفكري والجسدي أيضا، وما تبالغوا يا مواليد برج الحمل ببذل أي مجهود. هنالك فرصة متاحة للأشخاص اللي عم يدوروا على شغل من مواليد برج الحمل، إذ يجدون ضالتهم. مواليد برج الثور إجمالا الأمور جيدة ومحظوظين بشكل عام، بيجتمعوا مع الأحباء، كما أنهم قد يسمعون أخبارا سارة تتعلق بإنجاز لأحد أبنائهم. كذلك هذه الفرصة أو الفترة مناسبة للنساء من مواليد برج الثور للدخول في الحمل. مواليد برج الجوزاء عم تشغل بالهم الأمور البيتية والعائلية، بإمكانكم القيام بأي مبادرة عقارية أو إدخال تعديل على السكن، وأفكاركم كذلك بتكون مقبولة لدى أفراد العائلة. مواليد برج الجوزاء أو مواليد برج السرطان نشطون في السفر والتنقلات والاتصالات، وأفكار مقبولة كذلك عند الإخوة والجيران، كما أن هذا اليوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة أو سفر قصير. مواليد برج الأسد مركزين أكثر اليوم على موضوع المال، وعم تشغلهم الميزانية، عم يحاولوا يزيدوا مدخولهم مواليد برج الأسد. وعندكم فرصة يا مواليد برج الأسد للحصول على مكسب مالي يأتي من ناتج عمل إضافي، أو من مبلغ تستردونه ناتج من دين أو شخص بيقدم لكم مساعدة. مواليد برج العذراء عندكم القدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز القسم الكبير منها، كما أنكم تقوموا بخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي. بعض أفراد برج العذراء بيتعاملوا مع مؤسسة أو شركة كبيرة وبيستفيدوا منها. مواليد برج الميزان عم يشعروا اليوم بالضغط وتراكم العمل، لكن الأهم انتبهوا إلى خطواتكم ولا تقوموا بأي مبادرة لأنها قد تكون فاشلة. انتظروا ليوم 15، بعد يوم 15 بينتقل القمر على برجكم وبتفتحوا خطوة وصفحة جديدة. مواليد برج العقرب استغلوا هذا اليوم بممارسة نشاطاتكم الاجتماعية، أنتم مقبولون اجتماعيا أينما توجهتم، بإمكانكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق، وقد توجه لكم دعوة لحضور مناسبة سعيدة. مواليد برج القوس أفكاركم مليئة بالعمل، ويوم مناسب لمن يبحث عن عمل. أما بخصوص من يعمل، بإمكانه إثبات جدارته وإبراز إمكانياته وقدراته المهنية للمسؤولين عنه. وكذلك بالنسبة لأصحاب المشاريع الحرة، بإمكانكم إدخال أي تعديل مطلوب على العمل. مواليد برج الجدي نشطون اليوم في السفر والاتصالات، التجار يستفيدون في عمليات الاستيراد والتصدير. من يتابع قضية قضائية يستطيع تحريكها من مواليد برج الجدي، لأنها ستكون الأمور القضائية تتحرك بشكل إيجابي لصالحكم. الأكاديميون والجامعيون يستفيدون في دراساتهم، وكذلك الأشخاص اللي بيدرسوا بالجامعات من مواليد برج الجدي بيستفيدوا خلال هذه الفترة. مواليد برج الدلو عم تشغلهم الناحية المالية، وعندهم فرصة للحصول على مكسب مالي من شراكة أو تعويض أو حتى قرض. ينصح الانتباه لصحتكم أو صحة شخص داخل أفراد العائلة. مواليد برج الحوت مركزين اليوم على موضوع الشراكة، قد تقومون بعمل يتطلب تعاونا من طرف آخر،
بإمكانكم توقيع عقد تجاري يعود بالنفع عليكم، وقد تقومون بمشروع خطبة أو زواج إذا وجدت علاقة صحيحة بينكم وبين الشريك. لكن أنصح تأجيل أي خطوة مهمة يا مواليد برج الحوت لبعد 18/8. كان معكم باحث الفلكي مجد غانم، بشوفكم الأسبوع المقبل. للتواصل فيكم تتواصلوا عبر الأرقام اللي عم تعبر أسفل الشاشة.